ولم يفعل اثيوبيين. عايز اقول لك انه من اكتر حاجات ضيعتنا في افريقيا انه الاثيوبيين طبعوا من هذا الشريط حوالي 100 شريط، وعلى الاقل وزع مش بس على رؤساء دول افريقيا، وزع على كل رؤساء البرلمانات. بس يعني احنا معلش غيرنا هذا النظام لكل اخطاء لكن هو المساله مساله انك انت لا تزالي تمارسي نفس العقل. ما انتيش لغايه النهارده هنتكلم فيها فيما بعد، لكن لغايه هذه اللحظه انت مش قادره توصلي. ما فيش حل، لازم تتكلمي هنا في الموضوع. ايه اللي جرى؟ احنا فين اللي جرى؟ ليش نرجع للموضوع الاصلي؟ نرجع للموضوع اللي هو البرامج والامن القومي. بتتكلمي على البرامج. تيجي تتكلمي على البرامج، احنا كنا دايما بنقول ان السد الاثيوبي ان محدش يقدر يمنع عننا المياه. اولا للسبب الرئيسي عندنا علاقات، طيب ممكن تسوق العلاقات. عندنا ما موجود في افريقيا ما بقاش موجود، طب اورايت. لكن كان عمتنا عندنا اتفاقيات، عاوزه مناقشه الاتفاقيات. بعدين بنقول عندنا في اهم عامل ان مهندس الري بتوعنا كانوا كلهم تحت الانطباع انه سرعه تساقط الماء تمنع. نسينا ان التكنولوجيا غيرت العصر. حصل حاجه من 5 6 سنين وده اللي خلى ما كان مستحيلا اول امبارح بتصوراتنا يبقى ممكن اليوم وغدا. حصل ايه؟ حصل انه في المهندسين بدوا يقول والله تساقط المياه بيبقى خطر اذا حاولنا نقفله على مره واحده تجري في السد.